اهلا بيكم، يا رب تكون بخير. فيديو النهارده هنشوف مع بعض المصاريف اللي انا بحسبها، هل فعلا هي واقعيه ولا لا؟ عشان انا المره اللي فاتت وانا بقول يا جماعه انت ممكن تصرف 30 40 ريال في اليوم، وكنا بنحسب يعني كلها حسبه متوسطه يعني في الاول وفي الاخر يعني. بس احنا دلوقتي هنحسب شهر، والفيديو هيبقى طويل شويه. تعالى هنحسب شهر كده، انت قاعد كشخص لوحدك مش معاك اسره، ماشي، والشركة موفرة لك كام السكن والمواصلات، انت هتصرف اكل وشرب قد ايه؟ انا عامل شيت اكسل هنا، تمام؟ بص اهو اكسل، تمام؟ وعايزك تعيش تيجي على نفسك ايه وتسأل. فطار وغداء، تمام؟ وعشاء، اوكي؟ انت مالكش دعوة بقى، احنا هنتكلم في الاكل والشرب بس. فطار غدا عشاء وخروجات، ماشي؟ و لو حد بيشرب سجاير، انا ما اعرفش السجاير هيشرب بكام طبعا، يعني لا انصح بالسجاير خالص. خروجات وسجاير، بنزين على الشركه، انت بس هتصرف في القصص دي كلها. انت دلوقتي هتيجي هنا كده، هنعمل اوتو سبمشن، ونعمل ايام الفطار غدا عشاء خروجات سجاير اهو. طبعا بما اني راجل ايه بتاع مكتب، فلازم ايه نعمل شيت اكسل حلو، وانا هقول لك هتصرف قد ايه في الاخر، وتقول لي الموضوع ده منطقي ولا لا، عشان بس لما تبقى جاي وحد يقول لك تعالى خد لك 1500 ريال يبقى انت عارف انت جاي على ايه، خصوصا لو هي لو قال لك الاكل عليك يعني. تعالى يا عم فطار، انا هكلمك عن المستوى الشخصي. انا فطار يعني ماكسيمم، وخصوصا انا يعني اصلا عامل دايت شويه، ماكسيمم 10 ريال هتفطر بيه، تمام؟ وفي ايام هقول لك هتفطر اقل. غدا هنقول مثلا نص فرخه بتوصل ل 20 بالحاجه الساعه، 20 ريال بالحاجه الساعه، واللي عنده سعر غير كده يقول لي، عشان هي المطاعم كلها موجوده وسعرها في الرينج ده. لو زاد، لو طلبت اونلاين ممكن يبقى مثلا 25 ريال ولا حاجه، اوكي؟ فانا هقول غدا مثلا النهارده عم هاكل ايه؟ هاكل ب 20 ريال. عشاء، انت عايز تاكل عشاء، عايز تتعشى، قدامك اتنين اوبشن، يعني تتعشى عشاء تقيل، يعني هتتعشى عشاء وسط اللي هو مثلا سندوتشات جبنه ومش عارف ايه وبتاع. فانا انا شخصيا مش بحب اكتر في العشاء، عشان الواحد يعني ايه برضو ايه هتتعب وهتزيد وهتبقى حالتك حاله يعني. فال 10 ريال دول يجيبوا ايه؟ والله يا اما عندك يجيبوا مثلا، تخيل انت بريال واحد تاخد تقريبا 5 رغفة تقريبا، وهتروح تجيب جبنه، ماشي، ومعاه مخلل، ممكن تجيب لانشون، يعني الحسبه دي كلها. انت بقى عايز تصرف 20، عايز تروح تقعد في مطعم وتطلب اكله ب 20 ريال تاني براحتك. فانا اقول لك الايه ب 10، وهنيجي ايام هتلاقي برضه انا عايز اكل اكله تقيله ولا حاجه بالليل يعني. خروجات، انت في اليوم ده مثلا لو هتخرج مع اصحابك تروحوا في مكان تشربوا مش عارف العصير اللي هو المانجا ب 15 ريال، يا عم قول هصرف 15 ريال. سجاير هتقعد معاك وقت، اعتقد السجاير بتبقى 20 25 ريال، قول يا عم 25 ريال. انا بحسب معاك اليوم بيوم، عشان بس ما الاقيش حد بقى يقول لي احنا هنصرف قد ايه وبتاع، عشان بس لما اقول لكم 1500 قليل والكلام ده. تعالى تاني يوم 10 افطار وغدا 20 وعشاء 10، تمام؟ خروجات مش بتفش لازم تخرج كل يوم يعني، هي مره في الاسبوع، اللي هي المره اللي احنا حسبناها 15 دي اللي هي يوم الخميس مثلا. طيب وسجاير، كده كده السجاير معاك، في ناس بتشرب كل يوم سجاير، تخيل انت لو كل يوم بتجيب علبه سجاير هتبقى ب 25 ريال. تعالى يا عم بلاش كل يوم، هنقول نص الاسبوع انت بتخلص، هنقول انك بتاخد 15 يوم سجاير. طيب والخروجات بما ان هي ثابته، قول يا عم انت بتخرج كل اسبوع 4 مرات، يا عم 6 مرات، اهو 1 2 3 4 5 6 مرات، ماشي. طيب فطار، تعالى انت النهارده مثلا عايز تاخد حاجه بتيه بتاع حاجات صغيره كده 5 ريال، ماشي، هنقول يا عم 10 ريال في نص الاسبوع، تمام، و5 ريال النص التاني، وفي ناس اصلا ما بتفطرش، انا عارف ده كويس، مفيش مشكله. تعالى بالغدا، الغدا انا عايز اكل لحمه مثلا، عايز تاكل كبسه، الكبسه بكام؟ الكبسه 26 ريال في المطاعم اللي هي مطعم البخاري والكلام ده،
اللي هي قطعتين لحمه او ثلاث قطع وشويه الرز والصوص معاها، يعني مش تاخد كيلو لحمه. يعني كيلو اللحمه اللي بتروح تشتريه بيوصل مثلا حوالي 70 ريال ولا حاجه. خلاص ده لو انت هتطبخ قول يا عم غدا مره. شوف انا بحسب في وجبه بيك اسمها بيك بيك دي عامله حوالي 12 ريال، ماشي؟ عامله كام؟ 12 ريال. طيب ممكن تاكل ب 12 ريال بالحاجة الساعة 15، وممكن تاكل ب 20، وممكن تاكل اللي هي الكبسة دي يا عم قول ب 30 ريال. يبقى أنا كده عندي هنقول كده 10 أيام في 20 عشان بس نسهل العملية عليك، و10 أيام في 30، تمام؟ أهو 10 أيام في 30 يبقى دي 10 لحد يوم 20، و10 أيام 15. مش لازم يعني تاكل، وخلي بالكم الارقام دي انا بتكلم على ارقام واقعيه عشان بس ما حدش يفتكر ان انا بتكلم كده خلاص يعني، ماشي؟ تعالى في العشاء بقى. العشاء يوم هتفطر ب 10، 15 يوم يا عم انت كل يوم هتحسبها كده على ال 10 مثلا، والايام الثانيه اعمل 20. يلا انت عايز تاكل وجبه، وال 20 دي خلي بالك تروح تجيب وجبه بروست وتشبع وبالحاجه الساعه كمان يعني، ماشي؟ واللي فاكر الارقام غير كده يبقى بيكذب عليكم، يعني ان في ناس انت بتروح تسالها اصلا هيكرهك في الدنيا. طبعا لو انا همشي على السيستم ده يبقى انت كده تاكل كويس، تفطر كويس، تيجي بالليل تاكل كويس والدنيا حلوه معاك وقاعد وزنك يزيد وحالتك تتنقل ب 60 نيله، تمام؟ وبتشرب سجاير، واخد بالك؟ الكلام ده كله تخيل طلع كام؟ طلع معايا 1790 ريال. ده كده اكل بس. طبعا انت انا الارقام اللي يمكن زودنا مثلا قلنا 10 ايام في 30 و10 ايام في 20 و10 ايام مش عارف ايه، الكلام ده كله بس تحط معاه ميه، تحتاج مثلا ميه في السكن ولا حاجه، تحتاج مثلا تجيب شاي وسكر عشان برضو في السكن عايز تشرب مش عارف ايه في الشغل عندك برضو، ده برضو القصه دي هتحتاجها يعني، ماشي؟ السجاير لوحدها واخده كام يا عم وليد؟ السجاير لوحدها واخده 375. شيل السجاير، انا مش بشرب سجاير، بقيت بصرف كام يا عم وليد؟ 1415 ريال اهو، ماشي؟ 1415 ريال. عشان بس الناس اللي بتقول لك انت بتجيب الاصل، ما حدش يضحك عليك، والله الارقام دي كلها موجوده واقعيه. طبعا طب يا عم وليد انت بتصرف الرقم ده؟ لا انا بصرف اكتر. ليه؟ لان انا واحد بيحب الاكل، انت لو واحد مزاجك في الاكل تبقى زهقان بتاكل فرحان بتاكل، تمام؟ هتلاقيك انت اقل يوم، يعني انا مثلا كنت قاعد في الرياض في بدايه ما جيت، انا اليوم كان ممكن يوصل معايا مثلا حوالي 60 ريال، انت عارف كده اليوم وصل كام متوسط؟ ماشي؟ انتوا طبعا ما شفتوش كده الايام اللي هي 55 و40 ويوم 50 ويوم 40 كده، ماشي؟ طلعوا من دماغي، لا انا زي ما حسبت قدامكم كده. الايام دي كده الافرج بتاعها متوسط 30 افريج 47 ريال، متوسط اليوم 47 ريال، فطار غدا عشاء. خلاص فانت كده بتصرف 1400 ريال، فما يجيش حد يقول لك تعالى خد 1500 جنيه اشتغل. في ناس شاطره يقضي اليوم بتاعه ب 20 ريال، ما اعرفش ازاي بس يعني. في ناس بتحب تطبخ، والله خلاص. في ناس الشركه هو شغال في مكان، المكان ده بيوفر وجبات. او واحد مثلا هيوفر لك وجبه انا سطر ب 20 ريال يعني كتير قوي، في ناس بيبقى الاتفاق معاها كده، انت كعامل تاخد مثلا 100 او 130 و20 وجبه و10 و20 مواصلات ولا حاجه بس كده يعني. خلاص طولنا بس هو فيديو مهم، فيا جماعه ما تقبلوش باي مرتب، دي متوسطه لوحدك 1400 ريال خلاص، وحاجه منطقيه تاكل احسن اكل وفي مطاعم نظيفه، وهنا ما شاء الله الحاجات دي كويسه جدا. خلاص بس يعني اعتقد مش اكتر من كده، وطبعا يرجع لك انت ممكن تبقى مشرف فتصرف اكتر، ممكن تبقى راجل شاطر فتعرف توفر اكتر. فيا ريت لو انتوا وصلتوا للدقيقه دي قولوا لي ازاي تقدر توفر عشان برضو الناس تعرف، وربنا يوفقنا جميعا، واللي عنده سؤال يبعت لي وبس. لايك سبسكرايب وشير. على خير، سلام.